ايش مش معناش منها ما تعنيش بها. فذاك علاش انا كنت كيف اللي عادات جينيراسيون صغار خارجين توا عبود عبود قلت انا نعمل لهم عبود شو البيرسوناج هذاك في قصه حكايه هي تنجم تكون موجهه للصغار كما تنجم تكون موجهه زاد العائلات الكل لانه نجم يكون الكبار زاد حاضرين خاطر الشخصيه ديك ضحكت زاد الكبار رياض صحيح صحيح. هل انت اليوم عند تقول اللي الشخصيه ديك عندها الفضل في مسيرتك لا لا انا عملت قبلها بخلاف اللي الدور اللي مثلتهم على مين النهدي اللي يعطيك الصحه هذاك الزهواني من اهم الادوار اي زاد جات شخصيه عبوده عبوده الكل بناوا عليها راهو كل معناها باش ما نسبتش لساني معناها الشخصيه ذيك تنجم تكون الشخصيه ذيك معناها اقتراحي انا معناها هي بروفيل عملته انا فبرشا عملوا عليها انسبيراسيون برشا ممثلين عملوا عليها انسبيراسيون وخدموا في الستيل هذاك كيما حموده معالي كي عمل حاجه كل وعملوه من بعده برشا حتى جياس كيعمل وعلولو ولد امي تراكي زاده لا نحكيك على البرسوناج الراجل الكبير حتى الشيخ ايفا جياس انسبيراسيون من الحاج كلوف صحيح لكن بطريقه فهمتي بالانسبيراسيون تاعو وعلي ولد امي تراكي واحد تنجم تكون شخصيه تعبوده هذيك معناها شخصيه معناها من اقتراحي واللي برشا عملوا عليها المغامره الجديده المهفيت اليوم تجمع الاسماء مهمه في الكوميديا اي بسرعه وانا تصور الله على خاطركم طلع الانيماتور باش يعمل كنت اعمل طابلو الاخر مادام انا كملت المهفيت باختصار عمل كوميدي يجمع لمي النادي الفنان الكبير رياض النادي عبد القادر الدخيل محسن بولعريض احنا حابين حتى العباد يعرضونا يقولوا لي بالحق حابين الاستنداب كلها تشبه لبعضها معناها نفس الشخصيات نفس الاسلوب نفس الوعد حابين نرجعوا نشوفوا المسرح الجماعي ديما يقولوا لي لكن حتى الفنانين حكينا وعبد القادر قلت ديما نعملوا مسرحيه جماعيه ونذكروا العباد وضحكوا وجاو وحتى المسرحيات القديمه كيما الكريته ولا عمر بزور عبد القادر بزاد الجو هذاك لكن بال توسكي تو هي المسرحيه دي ميزاجور معناها خاطر الممثلين عندنا في الكونديكتور كل واحد يخرج يحكي حكايته هو طريقه مضحكه وسيدي بورنوار عبد القادر انا محسن لمين وثم في الكونديكتور رابط وبعد يلقونا في تابلو الاخراني مع بعضنا فيجتمعوا مع بعضنا فحبينا تعرف جمهور السيف والمرجانات يتخارجوا وفادوا وكل يحبوا يعملوا ضحكه ليش تكلف في رمضان بالليل تو صايم وفي الوضع الخايب وفي الظروف الخايب ويجي بعد شقل الفطر يحط له ديريكت يحط له مخدرات ويحط له معناها مآسي اكثر من اللي يعيش فيها هو في الواقع معناها هو بعد شقل الفطر صايم يتربع على الضحك يتربع على مدراك يتربع على قطاب على الباب على خاصيني على سي زهواني على فوازير على كاميرا كاشين معناها بالحق احنا تو نحبوا نرجعوا كضحكه فاميليال واحد حتى في ضحك في التذاكرين على حتى كي تعدت هذيك تضحك انا ضدني هاك تاكل العباد ما مشيتش ما ضحكتش خاطر ردوا بالهم راهو يضحك يمكن ما هو سهل تيليتشون فرنسا فرنساوية وعندها نوع من الضمار يمكن ما يضحكش مش نفس اي مو سهل الضمار ومو سهل الضحك اليوم التونسي انا نحب نقول لهم مهفات هي توسكي مس وضع اجتماعية بالآخرة سياسية اقتصادية هو مبيد ومدير واحد ريتك المغرفة اللي تحطها تشوف وجهك مقلوب فات واللي تضحك على وجهك هكاك الجمهور باش يضحك على حاجات هو يعيش فيها معناها نعم الواقع اليومي نتاعو بطريقة طريفة نعم بطريقة طريفة موفق رياض النهدي تكون ضمار جنة الصيفية لمهفات النادي رياض النهدي محسن بولعريس عبد القادر الدخيل محسن بولعريس ونحب نقول لهم غدوة زادة اللي عندهم صغيرات عبودة شو غدوة في الفايف ستارز كلاب ابارتير من 3 نتاع العشية فايف ستارز كلاب في برج طويل برج طويل حلو ياسر للصغار والعائلة واضح انا كنا باش نسالوك وين اي اي برج طويل بعد الجياء الفايف ستارز كلاب وقتاش التوقيت رياض التوقيت؟ ثلاثة نقولوا احنا الأربعة العرض مع الأربعة يجيو غادي واضح مرحبا بك موفق ما نزيدوش نعطلوك شكرا ليك الممثل الكوميدي المتميز رياض النهدي كنت معنا نحكيو على عمل المهفات اللي باش يجمعوا ان شاء الله مع لمين النهدي محسن بولعريس وعبد القادر الدخيل